السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم دوجانات. اليوم ان شاء الله جبتكم بعض الخبيزات اللي كيجيو اكثر من رائعين، رطبين بزاف وحجاج بعجينه اكثر من رائعه. خاص هذا الخبز هذا بالساندويتشات، كيف يمكن له يتكال غير هكاك مع ديروا فيه فرماج ولا كونفيتور. وهذا درته خاصه باش نديروا به لي ساندويتش، كيجي اكثر من رائع والعجينه لذيذه بزاف. تابعوني في هاد الفيديو هادي باش غادي نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو. اذا بالنسبه للمقادير ديال هاد الخبيزات هادو او هاد الخبز ساندويتش او البليني باكيت، عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض مع 250 غرام ديال السميد الناعم او الفينو. عندي هنا معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الحليب غبره نيدو، وهنا الماء الدافي اللي العجن، معلقه ديال الملحه غادي نخليوها حتى الاخر. بالنسبه لهاد العجينه هادي نعجنها معكم باليد، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه راه نفس النتيجه، غير هي خصها تكون خفيفه ومدلوكه مزيان. اذا على بركه الله غادي نبداو نعجنوا هاد الخبيزات هادو. اذا غادي ناخذ دقيق الفينو اللي قلنا 250 غرام على 250 غرام ديال الفرص او الدقيق الابيض، هنا غادي ندير معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السكر، معلقه ديال النيدو. هنا اول حاجه كنبداو ندوزو هذيك الزبده في داك الدقيق حتى كتلبس لينا مع هذاك الدقيق اللي عندنا، وتنضيف الماء بشويه بشويه حتى كنعصلو على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ما قاصحاش. كما كتشوفوا العجينه، غير باش نوريكم شحال ديال الماء غادي ديروا. كما تشوفوا العجينه دابا كتلصق معايا في اليد، ما نساوش الملحه، دائما الملحه كنخليوها حتى الاخير. هنا غندير معلقه ديال الملحه وغندير واحد القطيره ديال الماء باش ينجح معكم دائما الخبز ولا العجين، دائما الملحه خليوها هي الاخر. وفي اوغن نبدا دابا ندلك، كما كتشوفوا دابا العجين راه ندلك مزيان. هنا كما كتشوفوا انا العجين ديالي مدلوك مزيان، دائما نصائح باش نجح لكم الخبز ديالكم الماء ما يكونش سخون، كنأكد عليها دائما، كنعاود نشرح لكم في التعليق الناس اللي ما شافوهمش. والخميره ما تكونش كميه ديال الخميره تكون كثيره بزاف، والخبز يكون يعني هكا العجينه مدلوكه مزيان وتكون خفيفه، يعني ما تكونش العجينه اللي هي قاصحه. صافي دابا من بعد ما دلكناها غادي نخليوها نغطيو عليها حتى يضاعف الحجم ديالها وندوزو باش نشكلو الخبزات. هنا كندير شويه ديال الزيت، صافي وغادي نغطي عليها وغادي نخليها تتخمر. غير بغيت نقول لكم واحد القضيه بالنسبه للتخمير، ماشي تقولوا حيت الا درنا الخميره بزاف كثيره راه الخبز ديالنا غادي يخمر دغيا، غادي يخمر لك دغيا، ولكن ما غاديش يجيك الخبز زوين. خص الخبز يخمر على خاطرو، يعني كميه بسيطه ديال الخميره وغادي يخمر معاكم. صافي هنا العجينه بعد ما خدمات كما كتشوفوا، تبان لكم بحال هكا الفقاعات هادو. دابا غادي نبداو نقطعوها الخبيزات اللي هما صغارين.
حسب الحجم اللي بغيتو، كنت تقطعهم صغير من هكا نجينا. راه كيما كتشوفوا راه رطبه مرخوفه بزاف. بالنسبة لي هنا أنا درت فيهم 100 غرام في كل خبيزة هذه أو في كل باكيطة، كنبقى مستمرة حتى كنعبر هاد الخبيزة ديالي كاملة. هنا عندي شوية ديال الحليب، هنا عندي زنجلان، غادي نبقى نصب الخبيزة ديالي على هاد الشكل هذا، يعني شي حاجة لي هي بسيطة. هما كما كتشوفوا هاد الخبيزة ديالنا بعد ما كملناهم دابا غادي نفلحوهم بالموس باش يعطيو واحد المناظر اللي هو زوين. نحاولوا نفلحوهم على هاد الشكل هذا، نقرب لكم الصورة، الموس يكون ماضي، كنمشيو معاه حتى لتحت هاد الشكل هذا، نحاول نحلهم بحال هكا. نحاولوا نغرقوا هذيك الفتحه باش ملي يطيبوا تيبانوا المنظر ديالهم زوين. صافي دابا غادي نخليهم يخمروا شويه بما سخلينا الفران، راه دغيا غادي يخمر معانا، انا ديجا خمروا في المرحله الاولى وغادي ندخلهم يطيبوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. اذا هادو هما خبيزات الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا، كما كتشوفوا كيجيو رطبين وتيجيو كلهم قياس واحد، يصلحوا هكا ناكلوهم غير هكا الفرماج ولا حتى ولا تنديروا بهم الساندويتشات. بالنسبه للكميه ديال الدقيق هادشي اللي خرج ليا، خرج ليا 9 ديال الحبات على قياس اللي عطيتكم. نقرب لكم الصورة، غادي نحاول نقطع لكم وحدة باش نشوفوا الشكل ديالهم من الداخل. خرجتهم باقي سخان، نعاودو نخليهم حتى يبردو. هو الشكل ديالهم تيجيو مخرقين من الداخل، العجينة تتجي متقبة متجيش يعني معجنة. نصلحو هكا نديرو بيهم الساندويتشات، نتمنى ان شاء الله ينالو الاعجاب ديالكم. هذا الشكل الثاني اللي درت بالبافي، نقسم لكم بطريقة اخرى باش تشوفو. كما كتشوفوا تيجيو مهويين ولذاذين بزاف، ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصف، راه كنحط يوميا فيديو. وكنقول لكم شكرا على حسن المتابعه والى فيديو قادم بحول الله.